الهدف تفتح. لا في منتهى السهوله ان شاء الله. وانا اتفق تماما مع الدكتور ايمن انه المساله عشان نحافظ على النظام، يعني انا فاهم هو يعني توجهه ناحيه انه يقدم الخدمه للناخب بتاعه. احنا هنوفر له النظام ده. اتفق معاه تماما ان يكون الكلام ده من خلال لجنه الصحه. ايوه. المنوطه بالاساس بالامر. صحيح. وهي اللجنه اللي عندها القدرات والخبرات الفنيه ان لما تتكلم عن مشكله هيبقى تلمس ابعادها اسبابها، مش بس كده ده هم كمان هيبقوا مشاركين في الحل. بمعنى انا بحط نظام لجنه الصحه. طبعا بالقطع. انا بحط النظام وبمارس هذا النظام وبشغله وبدوره، اي قصور فيه بالمتابعه معاهم هو ده املنا في هذا المجلس عموما، يعني مش بس لجنه الصحه. احنا هو ده دورنا الاساسي يعني هيئه تنفيذيه، ان انا اعمل الخدمه بتاعتي باحسن شكل. كمجالس طبيه مثلا او كوزاره صحه، انا هدف المريض. طبعا هدف المواطن المريض. عايز اوصل له الخدمه باحسن صوره، باقل مشقه، باعلى جوده. عظيم. دور المجلس هنا لما يساعدني، انا مش عايزه بس يراقب عليا. يا اهلا وسهلا بالرقابه طبعا، ده لازم، ده دوره الرئيسي. طبعا عايزه يساعدك في ايه؟ يساعدني في ايه؟ في الوصول للمعوقات الحقيقيه جوه، من خلال حاجه زي الدكتور ايمن قال، المحليات مثلا. تمام. يعني انا عشان تبقى الصوره واضحه بالنسبه لي، انا ما عادتش المشكله جوه المجالس خلاص. المجالس الطبيه ده من رايك؟ الحمد لله ما عادش فيها مشكله. ده رايك؟ لا انا رايي وانا فخور بده يعني. لان احنا عدلنا، بس اقصد هنحتاج الراي الرقابي من مجلس النواب. انا لسه جاي لحضرتك اهو. يعني اقصد ايه؟ انا جوه المجالس ما فيش مشكله، لكن علاقه المجالس بالمستشفيات او الدور اللي بتلعبه المستشفى نفسها محتاج بقى هنا الاشراف الدقيق، المتابعه. انه لما ننزل على سكيل اصغر على جوه المحليات زي ما دكتور ايمن تفضل يعني وقال، وانا حقيقي متفق معاه في المساله. ما هو انا لازم احط ايدي في ايده. لازم الحكومه او كجهه تنفيذيه مع المجلس كجهه اشرافيه، لازم نحط ايدينا في ايدين بعض علشان نطلع بالخدمه. هعرف ايه المشكله فين. يعني اذا كانت المشكله جوه المستشفى ان مثلا طريقه بس ده يوافق على ده مجلس النواب، لانه مجلس النواب ممكن يبقى من خلال المراقبه للحكومه ممكن يكون بيتصيد اخطاء.